علامات غريبة في السماء، إن رأيتها فتأكد أنها ليلة القدر. ليلة القدر هي أفضل من ألف شهر، تنزل فيها الملائكة، وهي ليلة فيها الدعوات مستجابة، فلا يوجد ستار لدعوتك، وصفها الله بأنها ليلة مباركة، وشرفها على سائر الليالي، وأخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم أن قيامها سبب لمغفرة ذنوب العبد، وتعتبر ليلة القدر أخفى الله لنا ميعادها، فلن تجد دليلا من القرآن عليها يوضح معادها بالضبط. ولكن في هذا الفيديو سنتعرف على العلامات التي تظهر في السماء تدلك على ليلة القدر، فهيا بنا نتعرف عليها. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا تسجيل الإعجاب بالفيديو وعمل اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس الرمادي ليصلكم كل ما هو جديد. العلامات التي تكون موجودة في السماء ليلة القدر. ليلة القدر لا حارة ولا باردة، فيكون الطقس في ليلة القدر معتدلاً ربيعياً، تنتشر فيه النسائم العليلة ويستشعرها المؤمنون كأنها نسائم الجنة، فيجتهدون في العبادة والدعاء والطاعة، وتنشرح نفوسهم للذكر والقربات. وفي ليلة القدر تتضح كواكبها، فتكون السماء فيها صافية نقية، فلا يوجد عواصف ترابية أو رملية تحجب العين عن رؤية آيات الله في كونه من كواكب ونجوم وعلامات يتفكر بها العباد في الله وفي كون الله، ويشاهدون قدرة الخالق سبحانه وتعالى وعظمته. الشمس في صبيحتها لا شعاع لها، فمن علامات ليلة القدر أن الشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع، صافية ليست كعادتها في بقية الأيام، فيصبح لون ضوئها أبيض، يمكن النظر إليها مباشرة دون أن تتأذى العين. ويدل لذلك حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها، رواه مسلم. وهي ليلة لا يرمى فيها بنجم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر ليلة بلدة، لا حارة ولا باردة، ولا سحاب فيها، ولا مطر، ولا ريح، ولا يرمى فيها بنجم. وتكون في ليلة من ليالي الوتر في رمضان، في العشر الأواخر منه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: وقد رأيت هذه الليلة فأنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر. وتمتاز بالسكينة والطمأنينة وراحة القلب ونشاطه لأداء الطاعة وتلذذه بالعبادة أكثر من الليالي الأخرى، وذلك بسبب تنزل الملائكة بالسكينة على العباد. قال الله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ويشعر فيها المؤمنون بشعور داخلي، وذلك بما ينعم الله عليهم فيها من نشاط في هذه الليلة، علما أن أفضل ما يدعو به المسلم في هذه الليلة إن شعر بها هو قول: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، لما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. فجدوا إخواني المسلمين واجتهدوا في العشر الأواخر من رمضان، وخاصة في الليالي الفردية، واحرصوا على دعاء ليلة القدر الذي علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها حينما سألته: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني.
هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الأعزاء، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.